السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وحلقة جديدة إن شاء الله. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات صباح اليوم، من بينها قرار يهم السادة أصحاب المعاشات. تابعونا بعد الفاصل. رجاء لكل من لم يشترك في القناة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. تابعونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية أصدقائنا الأعزاء. في إطار احتفالات الدولة اليوم بأمهات مصر، وفي دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من سيدات مصر ومن أمهات مصر ومن أمهات بعض الشهداء، كرم السيد الرئيس أمهات مصر في صورة هؤلاء السيدات. وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات، وكان من أبرز هذه القرارات قرار يخص أصحاب المعاشات، حيث قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء الخلاف الواقع بين أصحاب المعاشات ووزارة التضامن الاجتماعي، وقرر سيادته أحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس المستحقة لهم، والتي كان قد حصل أصحاب المعاشات على حكم قضائي بأحقيتهم في ضم هذه العلاوات. جاء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لينهي هذا النزاع الذي طال فترة طويلة بين أصحاب المعاشات وبين وزارة التضامن الاجتماعي، في ظل عصر الوزيرة السابقة دكتورة غادة والي، ومن بعدها الوزيرة الحالية الدكتورة قباج. وأخيرا جاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلنها صراحة اليوم بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس، وجاء في قراره أن يتم صرف العلاوات بنسبة 80% من قيمة آخر أجر أساسي لصاحب المعاش. كما قرر سيادته منح علاوة دورية قيمتها 14% من قيمة المعاش، وذلك بداية من العام المالي القادم. وبذلك فإن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد انتصر لأصحاب المعاشات، وصرح تفصيلا وجملة واحدة أحقية أصحاب المعاشات في هذه العلاوات. الحقيقة دي القرارات اللي أنا عايز أعلن عليكم النهاردة، ودي اللي احنا ما كانش تم تناولها قبل كده، ودي اللي اتخذناها مع الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية. يعني في إطار طبعا اهتمامنا وحرص الدولة على علاء مصلحة المواطن في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي، فقد قررت تكليف الحكومة والجهات المعنية بالدولة بالآتي: ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، العلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم، مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه، مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%. أنا حبيت بس أقول الإجراءات اللي قامت بها الدولة في هذا المجال بشكل مرتب، وعشان يبقى واصل لكل الناس الإجراءات اللي عملتها الدولة خلال الأسابيع أو الشهور القليلة والأسابيع الماضية وحتى أمس، في إطار إن احنا بنبذل كل جهدنا عشان نخفف من آثار
هذه الأزمة العالمية، واللي طبعا احنا بنتأثر بيها بشكل أو بآخر. أرجو أن أنا ما أكونش أطلت عليكم، وكل التحية ليكم سيدات مصر العظيمات، وإلى الشعب المصري العظيم كل التحية وتقدير والأمان الطيبة لك. وأنا ما حاولتش أتكلم في موضوعات أخرى، لأن ما دون هذا الأمر، بصراحة ما دون هذا الأمر كل الأمور يمكن علاجها، ويمكن بوحدتنا والثقة في أنفسنا وفي حقوقنا وفي قيادتنا إن احنا نصل إلى حلول لها. وأصدر السيد الرئيس قراراته إلى الجهات المختصة بسرعة إنهاء هذا الأمر وسرعة صرف هذه المستحقات لأصحابها. يعني في الأول وفي الآخر برضو الموضوع ما تحلش غير عن طريق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بعد طول انتظار وبعد غياب طويل وبعد أمد بعيد وبعد معاناة كبيرة وبعد قضايا، وتداول الأمر كثيرا وكثيرا وكثيرا بين أصحاب المعاشات وبين وزارة التضامن الاجتماعي، جاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لينهي هذا الخلاف ويصدر تعليمات واضحة صريحة بأحقية أصحاب المعاشات لينتصر سيادته لأصحاب المعاشات. فكل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألف مبروك لأصحاب المعاشات حصولهم على حقهم الذي كانوا ينتظرونه كثيرا وكثيرا. وكل الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.